أكثر من 818 مليون ريال سعودي تم إيداعها في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير لعام 2022 لتكون أكبر ميزانية يتم ضخها في المملكة العربية السعودية في هذا المشروع. تفاصيل كثيرة كشف عنها المهندس منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري حيث قال إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 818 مليون ريال سعودي خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم ليصل اجمالي ما تم ايداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ اعلان برنامج التحويل في يونيو 2017 الى 34.3 مليار ريال سعودي، ومع ذلك الاعلان بات السؤال الابرز هنا عن خطوات التسجيل في المشروع، الى التفاصيل انا هايدي يوسري اهلا بكم. <applause> وفقا للصندوق العقاري فإن برنامج سكني يقدم الكثير من الخدمات إلى المواطنين وعند الرغبة في التقديم على الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج سكني يمكن للمواطن تقديم طلب إلكتروني عبر منصة سكنية وللحصول على تلك الخدمة لا بد من توافر عدة شروط قبل التقدم للموافقة أو التقديم على الموافقة من أجل الحصول على هذا الدعم الشرط الأول يتمثل في توفر الجنسية السعودية والإقامة الدائمة بها للمتقدم ولذلك للحصول على الدعم كما يشترط ان يكون المتقدم ربا لاسره وان يكون عمره وقت التقدم للحصول على الدعم 25 عاما وما فوق. الشرط الرابع يتمثل في ان تكون المراه الارمله او المطلقه قد مضى عليها عامين على الاقل. والشرط الخامس الا يكون قد امتلك المتقدم على سكن خلال الخمس سنوات السابقه. ولمعرفه طريقه وكيفيه التقديم نقدم لكم طريقه التقديم في خطوات هي كالتالي: يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصه سكني على الانترنت وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد وفي حالة المستخدم الجديد فقد يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والبيانات الأخرى كافة ثم الضغط بعد ذلك على استلام كلمة السر يتطلب تسجيل كتابة كلمة السر التي تصل على الهاتف الجوال للمتقدم ويتم بعد ذلك الدخول عبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال لتعيين كلمة المرور بعد ذلك يتم كتابة رمز التفعيل الذي يتم إرساله بالطبع إلى الهاتف وبذلك تكتمل عملية التسجيل ببساطه بعد الضغط على التقديم على برنامج سكني والموافقه والاقرار على الشروط كافه للتسجيل الخطوة الأخيرة بعد التسجيل تتمثل في ظهور رسالة إما بالاستحقاق والحصول على الدعم وحجز الوحدة السكنية أو بعدم الاستحقاق مرفقا بالأسباب كافة التي أدت إلى عدم الأهلية والاستحقاق ووفقا للصندوق العقاري يكون التمويل ضمن مبادرة الدعم السكني من البنوك وشركات التمويل المشاركة فقط وبالنسبة للدعم على شكل الأراضي وتختلف مساحات الأراضي حسب المشروع القائم من 500 متر مربع قد تصل إلى 800 متر مربع شكرا شكرا جزيلا لحسن المتابعه في امان الله